أعربت عائلة آل محمود عن استنكارها الشديد ورفضها التام لما بثته قناة الجزيرة القطرية من افتراءات وأكاذيب عن مملكة البحرين والتي تهدف إلى زعزعة السلم الأهلي. أكدت عائلة آل محمود أن المحاولات المستميتة والمتكررة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية لن تزيد شعب مملكة البحرين الوفي إلا عزما وإصرارا على التلاحم والتعاضد مع قيادة جلالة الملك المفدى.